السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. بهذا الفيديو راح اشرح لكم على كيت من شركة ازفيز. طبعا هذه الشركة هي تابعة لشركة هيفيجن، والمنتج هو عبارة عن NVR مع اربع كاميرات وايرلس. تابعوني بهذا الفيديو حتى نعرف كل التفاصيل وتسوى انه انا اشتريها او لا. مرحبا أعزائي المتابعين، ورجعت لكم مرة ثانية، وهسه راح نعطيكم بعض المعلومات على هذا الـ NVR. طبعا الكاميرات اللي موجودة هي أربع كاميرات وايرلس تتصل مع الـ NVR بدون أي سلك، اتصالها يكون لاسلكي، والكاميرات هذه تصور بدقة Full HD بالإضافة لأنه هي مقاومة للظروف الخارجية والمياه، شهادة المقاومة مالتها هي IP66، وهذه الكاميرات تدعم التصوير الليلي. طبعا المسافة اللي تغطيها بالتصوير الليلي تقريبا 30 متر. طبعا الـ NVR هذا يدعم الخزن لغاية 6 تيرا بايت، وهذا النقطة الأساسية والفرق ما بين الـ NVR والـ DVR. الـ NVR اكو تفاصيل كل هواية متفوق على الـ DVR، واحدة منها انه تقدر تخزن ارقام جدا كبيرة وضخمة. 6 تيرا بايت الـ NVR يقدر انه يتعامل ويا هذه البيانات. طبعا بالنسبة للـ NVR تقدر انه تزوده بالانترنت من خلال كيبل اللان، او تقدر من خلال مع اتصال بأي شبكة واي فاي. كل كاميرا تجي وياها شاحنة، هذه الشاحنة تقدر انه تزود الكاميرا بالكهرباء، فإذا كانت نقطة الكهرباء قريبة على الكاميرا تقدر انه تستخدم الشاحنة بشكل مباشر، وإذا كانت بعيدة تقدر انه تستخدم الكيبل المرفق مع الكيت والنظام هذا بشكل كامل. اكو كيبل مسافته تقريبا اقل من 20 متر ممكن انه تستخدمه وتغذيها للكاميرات بالكهرباء، واتصال يكون لاسلكي. ونظام التشغيل اللي موجود بهذا الـ NVR جدا سهل وبسيط، وتقدر انه تتحكم بالكاميرات بكل سهولة وبساطة. تقدر انه تحدد كل كاميرا تكون بشكل انذار، يعني اي حركة تصير مقابل الكاميرا راح يوصلك اشعار. ايضا انه تحدد جزء معين اذا صارت عليه حركة راح ينطيك انذار او يدزلك اشعار معين، طبعا سواء كان باب او شباك، وممكن انه تحدد منطقة معينة يكون التصوير بها ضمن هذه الكاميرا. والشي الحلو انه مع كل كاميرا موجودة اكو مايكروفون مدمج، يعني ما يحتاج انه تشتري مايكروفون خارجي، وهذه الخاصية تقدر انه تفعلها او تطفيها في اي كاميرا تحددها انت. طبعا الكاميرات الاربعة اللي تجي مع الـ NVR هذا ممكن انه توصلها كلها مع الـ NVR، او ممكن تستخدم كاميرا واحدة، وبهذه الحالة ما راح تحتاج الى الـ NVR لانه كل كاميرا اكو بيها SD كارد، اكو مكان تقدر انه تضيف بيه بطاقة ذاكرة خارجية لغاية 128 جيجا بايت، وتقدر انه تتحكم بهذه الكاميرا بشكل منفصل من خلال تطبيق. هذا التطبيق موجود على الاجهزة اللي تكون بنظام الـ iOS او بنظام الاندرويد، تحمله بشكل مجاني وتتحكم بهذه الكاميرا وكأنه جهاز الموبايل يكون عبارة عن NVR. تقدر انه تسجل وتراقب وتستلم التنبيهات بشكل جدا اعتيادي. طبعا المايكروفون اللي موجود بالكاميرا تقريبا المسافة اللي يغطيها او اللي يلتقط بها الصوت 4 أو 5 متر، وايضا ممكن تفعل الخزن السحابي سواء بال NVR او على الكاميرا بشكل منفرد. يعني مثلا انه لو انسرق من عندك الـ NVR راح تكون عندك نسخة من التصوير موجودة بالخزن السحابي. كل كاميرا لها QR كود، مجرد انه انت تمسحه راح ينضاف بالتطبيق عندك، هذا في حالة انه استخدمت الكاميرا بشكل منفصل. والكاميرات هذه الاربعة مجرد انه تشغلها وتشغل الـ NVR هي راح تتصل بشكل تلقائي. والشي الحلو انه هذا الكيت ازفيز يحتوي على ضمان لمدة سنة كاملة، والوكيل الرسمي في العراق هي شركة أرض الأعمال بيزنسلاند، وسائل الاتصال بهم راح تشوفوها موجودة أسفل وصف الفيديو. بالنسبة لسعر هذا المنتج أيضا راح يكون موجود أسفل وصف الفيديو. فاكتبوا لي شنو رأيكم بهذا الكيت من ازفيز اللي يحتوي على الـ NVR وأربع كاميرات. أي سؤال عندكم أو استفسار اكتبوا لي بالتعليقات، وبنهاية هذا الفيديو أقولكم مع السلامة.